السلام عليكم. هنكمل كلامنا عن المملكة الحيوانية وتحديدا الكائنات اللي موجودة في قسم الفقاريات، وهنشوف شعبة جديدة وهي شعبة الجلد شوكيات وطائفة النجميات. طبعا مثالنا فيها هو نجم البحر أو الأستروبكتين، وهو حيوان بحري بيتغذى على المحار، والجسم فيه مقسم إلى 5 أضلاع زي ما احنا شايفين، أدي ذراع والتاني والتالت والرابع والخامس، والجسم فيها مغطى بأشواك عشان كده بنسميها جلد شوكيات. وطبعا موجود بيها أقدام أنبوبية على الجانب البطني من الكائن عشان يمكنه من الحركة، وطبعا الحركة بتكون بطيئة ولكن موجودة. بعد كده بنكمل كلامنا في الشعبة الجديدة للكائنات اللي هي اللافقارية، وهي شعبة المفصليات، وبناخد منها طائفة أولى وهي القشريات، ومثلنا فيها الجمبري أو البنيوس، وهو حيوان بحري يتغذى على يرقات الحيوانات القشريات والحيوانات البحرية الصغيرة. طبعا الجسم فيه بيكون مقسم إلى رأس وصدر وبطن، ده عبارة عن الرأس اهو، وده الصدر، وده الجزء ده هو البطن. وموجود له 20 زوج من الزوائد المتنوعة، طبعا متنوعة في الوظائف وفي الشكل عشان يلائم الوظيفة. وهذه الزوائد جزء منها بيكون موجود في الرأس، يعني زوائد رأسية وزوائد صدرية وزوائد بطنية. بعد كده بنتكلم على طائفة تانية تحت نفس الشعبة، وهي شعبة المفصليات، طائفة عديدة الأرجل، وهي مثالنا فيها السكولوبندرا أو أم 44، والجسم فيها مكون من رأس وكل ده جزع. طبعا لها 22 زوج من الزوائد موجودين كده، والجسم فيها مغطى بدرع رأسي، ويحمل زائدتين طويلتين بيكونوا بنسميهم الزبان، كل واحدة فيهم يبقى زبانين، وكل زبان متصل بغدة السم. طبعا ده بيساعد انها لما بتتغذى على الحيوان او تهاجم حيوان انها بتفرز مادة سامة من هذه الغدة عشان تشل حركة الفريسة. كمان الجزع فيها بينتهي ب موجود هنا زائدتين طويلتين للامساك بالفريسة. اذا امساك بالزائدتين الموجودين في نهاية الجسم، و الزبان بهم غدة سم لشل حركة الفريسة، وطبعا هي تتغذى على الحشرات وديدان الأرض. بعد كده في طائفة كمان تحت نفس الشعبة، وهي شعبة المفصليات، طائفة العنكبوتيات، مثلنا فيها العقرب، وطبعا هو بيعيش في المناطق الحارة والجافة، موجود بالشكل ده، يتركب الجسم من رأس وصدر كقطعة واحدة، موجود بالشكل ده، ده عبارة عن رأس صدر، وبعد كده ده الرأس صدر اهو، رأس صدر، وبعد كده منطقة الذيل بتكون موجودة بالشكل ده، وبتكون مكونة من 5 قطع. طبعا هو له 4 أزواج من الأرجل، وله زوج من الكلاليب للإمساك بالفريسة، وطبعا الذيل فيه بينتهي بغدة السم وزبان أو ستينج عشان يشل حركة الفريسة، ويتمكن العقرب من انه يمسك الفريسة ويتغذى عليها. بعد كده بنتكلم عن الشعبة المفصليات برضو، ولكن طائفة اسمها سداسيات الارجل. طبعا ما يميز الحشرات بشكل عام ان لها 6 ارجل. والمثال بتاعنا الهكسابو ده، المثال بتاعنا هو اللي هو الجراد الصحراوي. والجسم فيه زي ما احنا شايفين في الصورة، ان الجسم فيه مقسم الى رأس وصدر وبطن، وله زوج من الأجنحة الأمامية وزوج من الأجنحة الخلفية، وبعد كده بيكون له 3 أزواج زي ما اتفقنا، 6 أرجل أو 3 أزواج من الأرجل. والأرجل في الجراد بتكون، لأن الحشرات بتكون فيها الأرجل مختلفة في النوع، فهنا الأرجل بتكون من نوع القافز، وأجزاء الفم برضو بتكون في الحشرات مختلفة، ولكن هنا في الجراد بتكون من النوع القارد. وطبعا المعروف ان الجراد هو بيتغذى على الاوراق او اجزاء الخضراء من النبات، سواء كان ساق او اوراق بالشكل ده. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم.